السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة ومتجددة دائما بالإبداع والإمتاع في برنامج تحديتك. حلقة اليوم هي أولى الحلقات التنافسية النهائية بإذن الله تعالى، وصلنا لدور الأربعة. الفائز اليوم راح يتأهل إلى المباراة النهائية بإذن الله تعالى. تجدد وإبداع وإمتاع في الحلقات القادمة. خلونا نتعرف سويا على اللجنة العلمية. في منافسة بطولة تحدي تك، ثلاث مقاعد مخصصة لأعضاء اللجنة العلمية في المنافسة، وهم محمد بن سلطان البصيص، عضو الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، مشرف الأنشطة العلمية ومشرف نادي الروبوت بإدارة تعليم الرياض، شارك كرئيس لجنة التحكيم في عدد من المنافسات الخاصة بالروبوت. عمر بن عبد الله آل خليفة، عضو الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، حاصل على جائزة أفضل مدرب على مستوى المملكة في مجال روبوت فيكس. وليد بن خالد الثبيتي، مدرب ومستشار في مجال التدريب والتقنية، وعضو الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، حكم دولي معتمد في مسابقات الروبوت. شرفونا اللجنة العلمية في الاستوديو، خلونا نرحب فيهم سويا. حياكم الله جميعا. يوم متجدد من الإبداع. أستاذ وليد، توقعاتك لدوري الأربعة؟ طبعا مباراة اليوم أتوقع أنها إن شاء الله تكون مباراة استثنائية ومميزة بين فريقين أقوياء وصلوا للمستوى هذا. طبعا راح الفريقين معتمدين على استراتيجيتين مختلفة تماما عن بعض، راح تكون منافسة قوية فيما بينهم إن شاء الله. هذا رأيي بالنسبة لمجريات اليوم، إنها تكون بالحماس والإثارة هذه. شكرا أستاذ وليد على هذا التوضيح وعلى هالمتابعة المستمرة دائما. أستاذ محمد، تعليقك على بداية دور الأربعة؟ والله نقول إن شاء الله يعني في دور الأربعة طبعا كل ما تقدمت المباريات دائما إن شاء الله نرى يعني مستويات أقوى، لكن أتمنى أن تستخدم جميع طرق اللعب، يعني في وسائل هجوم وسائل دفاع حتى الآن لم نراها. بإذن الله في دور الأربعة مباراة نهائية إن شاء الله أننا نبين للجمهور كل طرق اللعب اللي كانت متاحة في اللعبة، لعله عسى إن شاء الله أنها تبان اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. أستاذ عمر، تعليقك وتوقعاتك لدور الأربعة اللي راح يكون إن شاء الله مشعل، مبين عليه المدارس ما شاء الله شادين حيلهم. صحيح، أنا معك في هالشيء. والله متوقعين إن شاء الله في دور الأربعة قتالية في هالدوري، مما شفناه من الروبوتات اللي وخاصة بعد التعديلات اللي قام بها الفريق كل الأربع الفرق، ومتشوقين جدا لها بإذن الله تعالى، وفالهم التوفيق إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، باقي علينا نتعرف على جوائز هذه البطولة من خلال هذا التقرير. جوائز بطولة تحدي تك: جائزة الفريق الفائز بالمركز الأول بقيمة 10,000 ريال، بالإضافة إلى جائزة لمدرب الفريق بقيمة 2,000 ريال. جائزة الفريق الفائز بالمركز الثاني بقيمة 5,000 ريال، بالإضافة إلى جائزة لمدرب الفريق بقيمة 1,000 ريال. جائزة أفضل تصميم بقيمة 3,000 ريال. خلونا نشوف مع بعض نبذة مختصرة عن أول المنافسين في حلقة اليوم في هذا التقرير. أنا اسمي عبد الرحمن عامر من فريق مدارس الصدارة. اسمي صالح عبد الله المشاري، المدرسة الصدارة. دابا مثلا احنا نركز ان نسجل في حلقاتنا، ما نركز في فريق ثاني. مثلا إذا هو جاء سجل عندنا، احنا نستغل الفرصة بدل ما نضيع وقت نروح نسجل عندهم، وإذا هو خلص نروح نسجل عشان ما تفرح علينا. استراتيجية استخدمناها ان الأستاذ شويتين نخرب عليهم ولا نضايقهم بلا صح، وحنا برضو نسجل، يعني نتقسم بينها، والكورة الأستاذ نخليها. أتمنى التوفيق للفريقين وإن شاء الله نفوز عليهم. إذن مدارس الصدارة هم فرسان حلقة اليوم، وهم الفريق الأول لهذه المنافسة. خلونا نتعرف عليهم ونقول حياكم الله يا صالح وعبد الرحمن. صالح وعبد الرحمن، حياكم الله في هذه المنافسة.
صالح، تتوقع تفوز اليوم؟ ان شاء الله. جاي متحمس؟ مره. وش توقعاتك النتيجه؟ ان شاء الله نغلب بعد النتيجه كويسه باذن الله تعالى. عبد الرحمن، جاي اليوم وكلك حماس وكلك حيويه؟ متحمس. مره باذن الله تعالى. فالكم التوفيق، تفضلوا استريحوا حياكم الله. اذا اعزائي المشاهدين، اول فرسان حلقه اليوم هم دارس الصداره، والاعضاء اللي شفتوهم هم اعضاء الفريق اللي راح يلعبون هذه المباراه الحاسمه. اذا خلونا نتعرف على المنافس الثاني والمنافس الحقيقي لحلقه اليوم في هذا التقرير. شهر عبد المطيري، مدرس شرق المعرفة النموذجية. فهد سالم الثبيتي، مدرس شرق المعرفة النموذجية. أول مباراة في البطولة هذه كانت ضد مدرسة الوالي العالمية، وكانت صراحة بدأ يشتد قوة الفرق اللي كانت قدامنا، بس الحمد لله فزنا عليها. والله معروف إن قبل كل بعد كل مباراة نفوز فيها يزيد الحافز لنا والحماس، يزيد الفريق ونقدر نقدم أفضل أداء. كل حماس طولنا في الروبوت شوي وصار أقوى من اللي قبل، فزدنا كذا أشياء وإن شاء الله راح نفوز عليهم. أتوقع إن إحنا راح يكون نسبة الفوز عندنا أكثر، إن إحنا طورنا في الروبوت وحطينا فيه ذراع. إذا مدارس شروق المعرفة هم المنافس الثاني، وهم المنافس ومن المرشحين للفوز بهذه البطولة. خلونا نرحب بالأعضاء اللي موجودين معنا واللي راح يشاركونا في مباراة اليوم، اللي هم شاهر وفهد. شاهر وفهد، حياكم الله في حلقة اليوم. الله يحييك. شاهر، إيش الاستعدادات اللي سويتوها علشان تتعدون هذه المرحلة وأنتم منتصرين بإذن الله؟ والله قاعد نطلع استراتيجيات كثيرة ونجرب الاستراتيجيات، قعدنا نتدرب أكثر. بإذن الله دربتوا أكثر يعني؟ أيوه. بإذن الله تعالى. فهد، أنت اليوم راح تشارك في المباراة، يعني راح تشارك الشباب في الروبوت بإذن الله تعالى، وجاي متحمس اليوم؟ الحمد لله. صح شوي، اليوم مباراة ترى مرة مولعة. يلا فالكم التوفيق إن شاء الله، تفضلوا مقاعدكم، يعطيكم ألف عافية. إذن أعزائنا المشاهدين، تعرفنا على جميع الفرسان اللي راح يشاركونا في حلقة اليوم، باقي علينا نتعرف على لجنة التحكيم من خلال هذا التقرير. أعضاء لجنة تحكيم بطولة تحدي تك: عبد الله بن سالم البقمي، معلم علوم، عضو الجمعية العربية للروبوت ومدرب ومحكم في الأولمبياد الوطني للروبوت في المملكة. تمتد سنوات مشاركته في تنظيم وتحكيم مسابقات الروبوت من عام 2011. عبد الله بن سعد الفرحان، حاصل على ماجستير في اللغويات التطبيقية، قدم العديد من الدورات التعليمية في مجال الروبوت للمعلمين، عضو في الإدارة العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية. رجعنا لكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وقبل ما نبدأ أحداث الشوط الأول خلونا نتعرف سويا على قوانين الشوط الأول. يستمر التحدي في دور الأربعة من بطولة تحدي تك بنفس نظام التصفيات في دور الثمانية، مع الاختلاف بالنقاط التالية: يتم احتساب النقاط على النحو التالي: البرج الصغير 3 نقاط، البرج الوسط 5 نقاط، البرج الكبير 8 نقاط. الصدارة وشروق المعرفة هم أبطال حلقة اليوم. خلونا نبدأ مع بعض في بداية الشوط الأول ونقول لهم جاهزين؟ أكيد؟ أكيد. بسم الله مع بعض ونقول ابدأ.
باقي دقيقة يا شباب. الوقت يعطيكم العافية يا أبطال، مشكورين وما قصرتوا، فعلا فعلا حماس يعني كان متوقع بإذن الله في هذا الشوط. يعطيكم ألف عافية، تفضلوا مقاعدكم، يعطيكم العافية. لجنة التحكيم أمامكم شغل كثير، أشياء طاحت برا وأشياء الله يعينكم، الله يعينكم، اجمعوا النتيجة، يعطيكم العافية. اللجنة العلمية أشوفكم مشدودين وأنا مشدود، وايضا المشاهدين انشدوا في بيوتهم. ايش اللي حاصل اليوم استاذ وليد؟ ايش اللي صار في الشوط الاول؟ مثل ما توقعنا كانت مباراه حماسيه والحمد لله كانت جدا رائعه. ومثل ما بديت في بدايه الحلقه هذه ذكرت انه الروبوت مدارس الصداره اللي هو روبوت مشاكس بالفعل اثبت الان مشاكسته وبقوه جدا، استطاع انه ياخذ حلقه ويسجلها في البرج المرتفع، وبدا يشاكس الفريق الاخر بانه يمنع من تسجيل الحلقات. ف منع انه يسجل الحلقات في البرج الكبير، منع انه يسجل من اي نقطه، كذلك منع انه يسجل كذلك حتى في البرج الوسط، وبالتالي انتهت المباراه بالمحاوله والمنع بالاسلوب ذا. فكانت متبعين على الاستراتيجيه اللي هو السرعه وفي نفس الوقت استخدام الدهاء والخطط في الحلقه هذه. الله يعطيك العافيه استاذ وليد. استاذ محمد شايفك مشدود جدا جدا في المباراه هذه، خاصه انه فيه سقوط ايضا لاحد الروبوتات، ايش تعليقك؟ طبعا هو كان مشاكس على ما قال استاذ وليد، لكن مو للدرجه هذه، يعني بالغ شوي نوعا ما، وفي نظري اعتقد يعني على حسب كلام لجنه الحكام انه احتمال يعني يكون سبب هالسقوط هذا للحلقات. الى الان ما ادري ما افصلوا فيها بالضبط، لكن اللي نعرف انه طالما الذراع شايل الحلقات وسقطت بسبب سواء يعني لابد ان يحدد من الروبوت اللي فعلا تسبب بهذا الاسقاط، وعاده يكون الروبوت صاحب الحلقات اقل ضررا من هذه الناحيه. لكن روبوت شروق المعرفه ركز فقط على البرج اللي كان عنده المناوشه، فعندك ابراج اخرى يعني تستطيع انك تتجه لها، لماذا كل التركيز على هذا البرج اللي كان فيه يعني المناوره اللي صارت؟ فينتبه يعني يفترض يكون في انتباه لجميع ابراج الملعب وليس برج واحد فقط. اذا معاهم شوط ثاني لازم يشدون حيلهم ويركزون على هذه الملاحظه باذن الله. يعطيك العافيه استاذ محمد. استاذ عمر تعليقك على هذا الشوط المثير؟ والله من اجمل المباريات الى الان شفناها في هذا الدوري. التشويق اللي شفناه هذا اللي نبحث عنه، الالتحام والاحتكاك ومنع الفريق الثاني من التسجيل، هذا اللي يعطي روح للمباراه، وان شاء الله يوفقهم ونشوف النتائج مع الحكام ان شاء الله. الحماس اللي شفتوه في الشوط الأول راح يزيد في الشوط الثاني، ولكن قبل ما نبدأ الشوط الثاني خلونا نتعرف على قوانين الشوط الثاني. الشوط الأول كان شوط صعب وكنا يعني متوترين فيه، شدنا يعني أعصابي مشددة مرة. من بداية المباراة كنا احنا مسيطرين من خلال الشوط الأول، منعهم انهم يسجلون. والله الشوط الأول كان استطاع الخصم انه ما يخلينا نسجل ولا حلقة، كل في العمود الكبير والوسط حتى الصغير يعني قدر يخليني كل ما اجي بحطها يحط السن حق ذراعه ما يخليني اقدر اسجلها. والله الشوط الاول كان هم يجمعوا الحلقات وكان هم يعني مره واحده بيجيبون اهداف، كانت الحلقات تقريبا خمسه سته كذا، وجيت انا ومنعتهم ان يجيبون وطاحت كل الحلقات. صراحه يعني كان من اصعب الاشواط اللي لعبناها في هذه المسابقه.
تستمر قواعد اللعب في الشوط الثاني من دور الأربعة في بطولة تحدي تك كما كانت عليه في الشوط الأول. في نهاية الشوط تحسب نقاط الحلقات المثيلة باللون للحلقة العليا فقط، ولا تحسب الحلقات ذات اللون الآخر لفريق الخصم في نفس هالبرج. مع وجود اختلاف في بداية الشوط الثاني يتمثل في إضافة حلقتين بيضاء وحلقة واحدة سوداء في الملعب، في نهاية الشوط الثاني الحلقة البيضاء تضاعف ما أسفلها في البرج فقط، والحلقة السوداء تلغي ما أسفلها في البرج. ويستمر التسجيل مباشرة في الشوط الثاني دون ترتيب الحلقات استكمالا للشوط الأول، إلا أن الروبوت سيبدأ من نقطة الانطلاقة فقط. نبدأ مع الأبطال اللي موجودين معانا في حلبة المباراة. جاهزين يا أبطال؟ نقول مع بعض دائما مستعدين؟ مستعدين. ابدأ. انتهت الدقيقة الأولى، باقي دقيقة ثانية. ثانية الوقت قرب ينتهي. انتهى الوقت. يعطيكم العافية، ما شاء الله تبارك الله، زي ما توقعنا الشوط الثاني كان فعلا يعني حماسي لأبعد الحدود. الشباب ما قصروا كلهم، يعطيكم العافية، تفضلوا مقاعدكم، مشكورين، يعطيكم العافية. لجنة التحكيم دوركم الآن في ترتيب هذه الأوضاع اللي صاير. يعطيكم العافية. اللجنة العلمية، تعليقكم على هذه الأحداث اللي صارت. أنا مشدود على الآخر. أستاذ وليد، طبعا هي تعتبر مباراة ملحمية ورائعة جدا، كل الفريقين اتبعوا استراتيجيات جميلة. مدارس شروق المعرفة بالفعل استخدموا استراتيجية جديدة اللي هو الذراع الخلفي لصد الروبوت المشاكس اللي هو الصدارة، بالفعل عاقوهم بشكل كبير ومنعوا من المشاكسة هذه ووقفوا، واستطاعوا أنهم يسجلوا حلقتين فقلبوا مجرى الأحداث بالأصح. فأتمنى للجميع التوفيق. هذا الشيء تكلمنا عنه في المباريات الأولى، أنه لازم يكون في استراتيجية، لا تدخل الملعب وأنت ما عندك خطة.
استراتيجية. نعم صحيح، لابد يدخل الملعب هو وضع استراتيجية، فكان هذا استراتيجية الصدارة، وكان يعني أفرض رأيه أو أفرض وجوده في الشوط الأول. في الشوط الثاني مدارس سرق المعرفة تبع استراتيجية أخرى أثبتوا وجودهم في كذلك في الشوط الثاني. جميل جدا، يلا نشوف إن شاء الله الأيام الجاية إيش راح يصير معنا. أستاذ محمد، إيش توقعاتك أو إيش الأحداث اللي إحنا شفناها مع بعض قبل شوي؟ كانت مرة ملحمية. جدا جدا ما شاء الله. طبعا كنا نشوف إن في مباريات ماضية شروق المعرفة وكذلك الصدارة كانوا يسجلون نقاط أعلى بكثير من اللي إحنا شفناه اليوم. لكن الحاصل مثل ما شفنا مثلا شروق المعرفة أول ما بدأ الشوط الثاني على طول اكتفى بنقطتين أو حلقتين وبدأ في عملية اللي هو الدفاع عن البرج اللي كان في عدد الحلقات له بالنسبة له أكثر. فهذه تعتبر من الاستراتيجيات الجميلة. الذراع اللي ركب في الشوط الثاني هذا يعني ساعد كثير جدا في شروق المعرفة، فأحييهم على هالفكرة هذه. نفس الشيء الكرة الحمراء يعني في آخر الرمق تقريبا رجعت من ملعب شروق المعرفة إلى اللي هو ملعب الصدارة. فاستراتيجيات كانت جميلة جدا في هذا الشوط. فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله. إذن المتوقع في الأيام الجاية بيكون أقوى أكيد أقوى أكيد بيكون بإذن الله تعالى. أستاذ عمر، تعليقك على هذا الشوط. والله من شوط قتالي جدا رائع، عجبني التعديل اللي قام به فريق شروق المعرفة بإضافة ذراع اللي أدى إلى إيقاف روبوت صدارة. الصدارة ما قصر فيهم، اتبع استراتيجية جديدة أن الكرة الحمراء يحطها في ملعب شروق المعرفة، أخذ الحلقة السوداء اللي تدمر نقاط فريق شروق المعرفة ولكن ما استطاع أن يسجلها. ولكن في اللحظات الأخيرة مثل ما ذكر أخوي محمد أن شروق المعرفة انتبه للكرة الحمراء وأبعدها عن ملعبه، وما شاء الله إن شاء الله نشوف نتائج جميلة بعد شوي بإذن الله. إذن أنتم ونحن والمشاهدين أيضا يترقبون النتيجة. خلونا نطلع لفاصل ونرجع لإعلان النتيجة. في الشوط الثاني حطينا ذراع من فيكس وركبناه في الروبوت وحاول ان كل ما يجي يحط الاقراص فحقتنا نحط عليها الذراع هذه. الشوط الثاني كان الشيء الوحيد المخرب علي الذراع ذي حقته، صد على طريق في الزاوية وما قدرت أسوي شيء. فكرة الذراع كانت من المدرب نفسه، لكن ما جتنا الفكرة وين نحط الذراع وكيف راح يكون شكله، بس احنا يعني قعدنا نفكر مع بعض ولين طلعنا الطريقة والمكان المناسب. يوم جاب الذراع حقك جاب كل الحلقات جمعها وجابها مرة واحدة. وصلنا معاكم أعزائنا المشاهدين إلى لحظة شد الأعصاب. قبل ما نعلن النتيجة النهائية عندنا إعلان للشوط الأول. نتيجة الشوط الأول كانت النتيجة الشوط الأول يعني غريبة شوي، ولكن الأحداث اللي صارت فيها وضحت كل شيء. شروق المعرفة حصلوا على 0، أما مدارس الصدارة فقد حصلوا في الشوط الأول على 0 أيضا. مشاغبتكم في الشوط الأول ما نفعتكم. اللجنة العلمية كان عندهم نقاط وهبوها للفريقين وكانت على النحو التالي. شروق المعرفة أعطوكم اللجنة العلمية 12 نقطة، أما مدارس الصدارة فكان عليهم شوي ملاحظات ولكن اللجنة العلمية أعطتكم أيضاً 12 درجة. أما النتيجة النهائية
النتيجة النهائية لما جمعت نقاط الشوط الأول ونقاط الشوط الثاني وأيضا بعد إضافة نقاط اللجنة العلمية حصلت المفاجأة وحصل الأمر الغير متوقع. الشباب عندنا شادين أعصابهم وغير متوقعين للنتيجة، صح؟ ما حد متوقع النتيجة؟ الفائز بالمركز الأول حصل على 28 نقطة، عارفين؟ يعني 28 نقطة كانت من نصيب مدارس شروق المعرفة. ألف مبروك، ألف مبروك، يعطيكم العافية. جهدكم كان ملموس وواضح في صناعة التكنيك الخاص بمباراة اليوم. أما مدارس الصدارة فقد حصلوا على 20 درجة. مشاغبتكم ما نفعتكم، ها يا مشاغبين، الله يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله، فالكم الفوز إن شاء الله في البطولات القادمة. إذن أعزائي المشاهدين، بعد إعلان النتيجة وبعد فرحة الفريق الفائز، نشوف اللجنة العلمية إيش رأيهم في النتيجة اللي صارت اليوم. أستاذ محمد، طبعا الشوط الأول تم تسجيل الفريق الأزرق حلقة واحدة فقط، وكان يحاول الأحمر لكن لم يستطيع بسبب الأحداث اللي صارت، لكن من شدة المنافسة تسبب اللون الأزرق، فريق صاحب اللون الأزرق، بإسقاط حلقات اللون الأحمر، فبالتالي تم الخصم عليه، فانتهت نتيجة 0-0. الشوط الثاني طبعا ظلت موجودة حلقة الأزرق، وسجل فريق الأحمر حلقتين في البرج الكبير، الآن أصبحت محسوبة. أما بالنسبة للكرة توجهت في الأخير إلى ملعب اللون الأزرق، ولكن لم تؤثر عليه لأنه سجل في برج الخصم، لو كان مسجل في برجه كان راحت عليه نقاط هذه الحلقة، فعشان كذا الآن انتهت ب 28-20. يلا أكيد الشباب شدوا حيلهم، الله يعطيهم العافية، وتوجوا بفوز في هذه الحلقة وبيتأهلون بإذن الله إلى النهائي في المباراة القادمة. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا اليوم، بس نذكركم بسؤال الحلقة في هذا الفاصل. سؤال حلقة اليوم: أذكر فائدتين من فوائد العجلات المسننة التروس. نستقبل إجاباتكم عبر هاشتاغ تحدي تك. إذن وصلنا معاكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في منافسات قوية في الحلقات القادمة مع برنامج تحدي تك. الشباب يعطيكم ألف عافية، ما قصرتوا، إلى اللقاء. في الحلقة القادمة، عارف احنا الرياض ان مدرسة قوية، بس ان شاء الله الفوز لنا. كان في هجوم من الفريقين وتم تسجيل مجموعة من النقاط. الفريق الثاني حاول في البداية انه ياخذ الحلقة البيضاء ويسجلها عنده عشان يدبل النقاط. والله مباراة شيقة وجميلة، تأكدنا ان شاء الله انها خلاص من حق دور النهائي.